عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير ومعانا فيديو جديد وخبر جديد. بس يا ريت قبل ما نبدأ خبرنا متنساش نعمل لايك نشترك في القناة، وقبل ده كله نصلي على سيدنا محمد، اللهم صلي على سيدنا محمد. والنهاردة معانا فيديو مهم جدا جدا جدا، ويا ريت يكون صحوة لكل القلوب يا رب العالمين. فعلا ربنا مع فلسطين، هو افضل من الكل، ربنا معاها يا رب ويعينها ان شاء الله وتنتصر على اعدائها، اللهم نصرا مبينا يا رب العالمين لفلسطين. يلا بينا نشوف الفيديو اللي قلب كل السوشيال ميديا. فعلا يا ربنا يا دول يا اهل العرب يا عرب يا كل الدول، نامي يا الخلايا النامي، اصحوا حالكم. نحن قلنا الله اليوم والتاني عبرنا عينات وضعفات، ان الله وهذا انشروها امان الرحمة انشروها كل الدول. اليوم عبرها شهداء لك اطفال اطفال، نحن رابين. احنا انت بس ما رحلكم طفل او ابن او اب او ابن شقدت نقهروا عليه، هلا نحن عبرحنا عائلات وعبرحنا طائفات، بس ان الله نحن يا اتمنى كل التوفيق يا رب العالمين والنصر ان شاء الله لفلسطين واهلها، وربنا يرحم شهدائها يا رب العالمين. والنصر باذن الله هيكون من عند ربنا باذن الله تعالى يا رب العالمين. زي ما قلنا مرارا وتكرارا، الدعوات بتغير الاقدار، فادعوا من كل قلوبكم بالنصر ان شاء الله لفلسطين، وان ربنا يقف معاهم باذن الله تعالى. كان في عباره جميله جدا لعمر المختار، قال لما ايطاليا قالت له انت ازاي هتهزمهم والطيارات بتاعتهم بتطير في السماء، قال لهم رد عباره واحده، قال ان هي الطيارات دي بتطير فين؟ بتطير فوق السماء ولا تحت السماء؟ قال تحت السماء. طب ومين فوق السماء؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو معانا وقادر ان هو يغير الاحوال يا رب العالمين باذن الله تعالى، وينصر اهل فلسطين. شوف حضراتكم على الف خير يا رب في فيديو جديد وخبر جديد، واتمنى لكم كل التوفيق والسعاده يا رب العالمين والنصر لاهالي فلسطين، اللهم امين. السلام عليكم.